لكن خلينا في جائزة نجم العرب وكيف فازت قناة الأهلي بالمركز الأول في هذا التقرير. الاهلي بالنسبه لي دمي وحياتي وانا اهلاوي صميم يعني. مبروك للاهلي. في بيت بابا واحنا صغيرين جدا اطفال كان يعني اكتر حاجه بتخلي البيت سعيد اكتر من العيد اكتر من اي حاجه بتحصل في السنه لما الاهلي بيكسب. بابا ممكن يقعدنا شهر قدام في سعاده مش طبيعيه. ويا رب الكره في مصر تتطور اكتر 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 لحد ما نوصل للحاجات الغريبه اللي بنشوفها بره دي ان شاء الله. الاهلي النهارده الف مبروك لقناه الاهلي برضو افضل قناه في 2020. واحنا كنا مع بعض برضو في مهرجان القنوات الفضائية ان شاء الله انا مع بعض في دير جست فان شاء الله خير يعني والف مبروك للاهلي والقناة الاهلي. الاهلي حبيبي طبعا. احمد اهلاوي وقال لي تبقى اهلاوي قلت له يا عم انا اصلا ما بفهمش في حاجه. ربنا يا رب يفرحنا دايما ودايما النادي الاهلي فوق الجميع. انا مبسوط ان هو قفشه كان قفشه هو اللي جايب الجون فهو قفشه صاحبي وشيكابالا صاحبي جدا وحبيبي بس انا قصدي بحب اصدر اللي هي الروح الحلوه دي ان انا مش شايف ان لسه كاتب بوست النهارده على تويتر ان هو انا مش شايف يا جماعه التعصب ده يعني بيميزنا في حاجه ربنا ادانا رحمه وعقول يعني. اهلاوي انتماء بس مش متعصب انا ما عنديش انا اصلا ضد التعصب ما فيش حاجه اسمها يعني تعصب في كوره في رياضه دي مش قادر افهمها بصراحه فانا متاكد ان الجمهور الواعي مش هيبقى متضايق مني في الاخر لان هو الجمهور بيحب يعني عندهم عمرو دياب مثل زملكاوي هايل محمد منير مثل زملكاوي هايل فليه الجمهور الاهلاوي ما زعلش من الفنانين دول. يعني تهنئه من كل الحضور معظمهم يعني مقرب مع النادي الاهلي ولكن استوقفني طبعا التهنئه المقدمه من الاستاذ ايهاب جلال الاعلامي مش المدرب اللي هو مدير قناه النهار او المشرف على قناه النهار لان دي ما تجيلك اشاده من راجل مهني يبقى هو ده الجول. هنشوف حتى محمود عدلي وايهاب الخطيب وباسم عزم وهم فرحانين بالجائزه لانه يا جماعه هي دي ثمره اي مجهود بالذات الجوائز اللي بتبقى جايه نتيجه استفتاءات راي الجمهور راي المتلقي راي المختص راي المشاهد هو ده في النهايه المستهدف فلما يبقى عنده هذا التقدير لهذه القناة أو لهذه الشاشة أو عنده هذا الشكر وهذا الامتنان للمجهود المبذول بيلخص في النهاية في هذه الجائزة. ألف مبروك لأسرة القناة ولكل القائمين عليها وقبل الجميع جمهور الأهلي لأنه لولا جمهور الأهلي ما كانتش هذه الجوائز ولا كانت حتى هذه الحفاوة الكبيرة جدا بالحوار اللي المهندس عدلي أشار لكم إليه اللي سجل رقم قياسي تاريخي في تاريخ المشاهدات المصرية عبر الشاشات المختلفه